يا شيخنا نحن يعني اول شيء نقول لكم جزاكم الله خير، واتمنى ان انتم الجزيره توصلوا كلامي انا ده، لانه انا كلامي ده فيه شم ماغب انتم ما بتوصلوه. كلامي مباشر. اول شيء شوف، نحن المسؤوليه ما بنحمل السعوديه، السعوديه ناس بيعملوا حساب للمواطن حقهم، مواطنهم في حدقد عينيهم. المواطن لازم في كل شيء بالنسبه لهم. ما ممكن وزير الصحة يعلن يقول انا عندي حالة تحت وفاء والسعودية تستقبل لها 1500 نفر جايين من بلد موبوءة. السعودية عاملة حساب لمواطنها. الغلطة غلطتنا نحن، غلطة الجهات المزورة حقتنا نحن، وزارة الصحة. نحن كوننا اجوا المصريين، المصريين جايين من مصر عشان يسافروا عن طريق السودان، ومصر مكفولة منهم. السعودية ما قفلت مننا نحن، قفلت من المصريين نحن، ما قفلت مننا. السعودية مكرمانا، السعودية مغدلانا، السعودية مكان حقنا، السعودية كل واجباتنا تجاهها نحن بكل إكرام وبكل تقدير. لكن للأسف الشديد الجهات المزورة مننا نحن، نتمنى نحن بخطة سليمة ما فيها شيء، والسعودية ما عليها شيء. نحن نعرف انه السبب، بس دعينا السبب الجامعة.